اهلا وسهلا بيكم في قناه صحه وتخسيس، معاكم دكتور حنس حشمت. النهارده يا جماعه نكمل سلسله فيديوهات التوعيه الصحيه اللي ابتديناها مع بعض على القناه. ناس الاول مره تشوفني القناه بتقدم مجموعه متنوعه من الفيديوهات الخاصه بصفه عامه عن الصحه والتخسيس بصفه خاصه. يا ريت يا جماعه نرجع نشوف الفيديوهات الموجوده على القناه، ولو عجبنا الفيديوهات ما ننساش نضغط لايك للفيديو ونشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فتره فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. بعد ثقه العديد من الناس في مصداقيه القناه، ما زال الكثير من الاشخاص يطلب تفاصيل وريفيوهات شامله عن ادويه التخسيس عند رؤيتهم او لمجرد رؤيتهم لاي دعايه لادويه او مكملات التخسيس. تم سؤالي عن احد اشهر مكملات التخسيس الموجوده في السوق المصري والسعودي، الا وهو مكمل جلافولين. ايضا تم سؤالي عن سيرفي لايت للتخسيس، خاصه بعد ظهور الكثير من الاطباء المرشحين لي كمكمل غذائي للتخسيس. تفاصيل هؤلاء المكملين في الفيديو ده، ولكن بعد الفصل. ورجعنا لكم تاني بعد فاصل، واهلا بيكم مره تانية في قناه صحه وتخسيس. دكتور، ايه هو مكمل جلافولين؟ الدعايه يا جماعه بتقول ان المكمل ده بيساعد على حرق الدهون البسيطه الموجوده تحت الجلد، وبيساعد على حرق الدهون المعقده الحشويه، وبالتالي يؤدي الى خساره الوزن وبناء المزيد من العضلات. بيقول ان هو بيخفض الشهيه، الدعايه بتقول ان هو بيقلل كميه الطعام اللي انت تقدر تاكلها، الدعايه بتقول ان بيقلل التوتر النفسي، والدعايه بتقول ان هو بيزود اكسده الاحماض الدهنيه. وبتنصح الشركه بكثره شرب الماء وتناول مشروب النعناع والزنجبيل والشاي الاخضر لزياده فعاليته للتخسيس. الشركه بتدعي ان هو بيقلل البي ام اي اللي هو البادي ماس اندكس او مؤشر كتله الجسم بنسبه 0.25% خلال 6 اسابيع، والشركه بتدعي انه بيقلل محيط الخصر بنسبه 10% خلال 8 اسابيع اللي هو شهرين. عند السؤال عن طريقه عمله والتواصل اونلاين يا جماعه، قالوا ان هو بيحفز الجينات والانزيمات المسؤوله عن حرق الدهون، وفي نفس الوقت بيثبط او يقلل فاعليه الجينات والانزيمات المسؤوله عن تصنيع الاحماض الدهنيه والدهون في الجسم، وكمان بيرفع درجه حراره الجسم. طيب يا جماعه، ايه هي حقيقه المنتج؟ المنتج ده انتاج شركه جمجوم فارما. المكونات بتاعه عباره عن مستخلص طبيعي، عباره عن ماده الجلافونويد اللي بتعادل حوالي 9 ملي جرام ماده الجلابرايدين، وده عباره عن مستخلص من نبات العرق سوس بيحتوي على زيت عرق سوس الفلافونويد اللي هو الليكوريج فلافونويد اويل الخالي من الجليسرايزينيك. المادة دي مش بيتم بس استخلاصها من العرق سوس، لا، بيتم استخلاصها من الزبادي، ويتم استخلاصها من الخضروات والفواكه. التركيزات المتاحة اللي عاملاها الشركة من هذه المادة تركيز 100 وتركيز 300. طب الجرعة بتاعته، لو انت هتاخد التركيز 300 ملي جرام بتاخد مرة واحدة بس بعد الغداء، اما لو هتاخد التركيز 100 ملي جرام هتاخد بعد الفطار وبعد الغداء وبعد العشاء، يعني 3 أقراص يوميا. طب هل ليه اثار جانبيه؟ اولا يا جماعه خلي بالكم، المنتج ده ما بيستخدمش لاكتر من شهر. طب انا لو استخدمته اكتر من شهر، عايز اقول لكم انه بيسبب صداع مستمر، بيزود الافرازات العرقيه، بيزود ضغط الدم عندك، بيقلل نسبه البوتاسيوم في الدم. طبعا في ناس هتقول لك الحاجات دي مش مهمه، لا، انا عايز اقول لكم البوتاسيوم مهم جدا للقلب والعضلات، ممكن يعمل لك عدم انتظام في ضربات القلب وضعف العضلات. المنتج ده بيزود معدل التبول، بتلاقيك عندك عطش مستمر، دوخة وغثيان وضيق تنفس، عدم وضوح الرؤية، بيقلل التستوستيرون اللي هو هرمون الذكورة في الجسم، وبالتالي ده دليل قوي جدا على كذب ادعاء الشركة انه هو بيزود بناء العضلات، لان هو اول حاجة بيقلل هرمون التستوستيرون. تاني حاجة يا جماعة ان هو بيزود هرمون الكورتيزول المعروف بهرمون التوتر، وبالتالي كذب ادعاء الشركة بانه بيقلل التوتر النفسي. الهرمون الكورتيزول ده كفيل ان هو يعمل لك اخلال بمستويات الاملاح والسوائل اللي موجودة في الجسم. طيب هل في اي تدخلات دوائية لهذا المنتج او لهذه الماده الموجوده في المنتج؟ لا، بتدخل يا جماعه مع ادويه السيوله وادويه الضغط والكوليسترول وحبوب منع الحمل ومع المسكنات.
طيب يا جماعه في اي موانع استعمال لهذا المكمل؟ اول حاجه يا جماعه، لو في ناس بايعه نفسها وحابه تجرب المنتج، في ناس ممنوعين تماما حتى من مجرد التفكير في تجربه المنتج، زي حالات الحمل، لانه بيؤثر على مخ الجنين. لو في ام اخذت هذا المكمل اثناء الحمل هياثر على تكوين مخ الجنين. في الرضاعه يا جماعه بيفرز في اللبن الاطفال اقل من 18 سنه وامراض القلب والكلى والضغط. في تحذيرات خاصه، احيانا بيحدث تسمم العرق سوس، ده نادر ولكنه خطير. طب ليه انا بقوله؟ لان معظم الناس لما تمسك المستخلص وتقول عشان الدعايه اللي بتسمعها ان ده بيخلصها من الوزن الزائد وهيخلصها من السمنه، ممكن تاخد عدد كبسولات كبير جدا، قد يؤدي الى فشل كلوي وفشل في عضله القلب وتراكم السوائل في الرئه فيما يعرف باستسقاء الرئه. خلي بالكو المكمل ده ممكن يسبب لبعض الاشخاص الحساسيه في صوره تورم الوجه واللسان، ضيق شديد بالتنفس، طفح جلدي وشعور بالحكه. الاسعار ودي المفاجاه. تركيز ال 100 مللي جرام علبه فيها 60 كبسوله ب 790 جنيه هتكفيك 20 يوم لانك انت بتاخدها 3 مرات في اليوم. السعر بتاع التركيز اللي هو 300 مللي جرام علبه فيها 60 كبسوله ب 2045 بتكفيك برضو 60 يوم لانك انت بتاخد مره في اليوم، يعني هتكفيك العلبه شهرين. طبعا المكمل غالي جدا بالنسبه لمكملات كتيره من التخسيس، وللاسف ليس له اي تاثير على التخسيس بدون نظام غذائي او رياضه. المنتج الثاني اللي حابب اكلمكم عليه واللي الناس سالتني عليه هو منتج اسمه سيرفي لايت. ده مكمل غذائي للتخسيس وانقاص الوزن. في الدعايه بتاعته بيقولوا ان هو بيحتوي على مستخلصات طبيعيه تعمل على حرق الدهون وسد الشهيه. كمان في الدعايه بيقولوا ان هو بيعمل على تحفيز التوليد الحراري. في الدعايه بيقولوا ان هو بيزود النشاط البدني. في الدعايه بيقولوا ان هو بينظم سكر بتاع الدم. كمان بيقولوا ان هو مضاد قوي للاكسده، بيخلص الجسم من السموم. لما جينا شفنا المكونات بتاعته لقينا مستخلص الشاي الاخضر ومستخلص القهوه الخضراء، يعني انت ممكن تشرب شاي اخضر وقهوه خضراء، كمان مستخلص التوت البري ومستخلص الجارسينيا كامبوجيا اللي موجود في كثير من الادويه بتاعه التخسيس، واللي قلت لكم بما لا يدع الشك ان الاف دي اي سحبتها من امريكا، سحبت كل المنتجات لتسببها في التهابات شديده بالكبد. طيب الشركه المنتجه لهذه الكبسولات هي شركه اسمها شركه سيرفي لايف. السعر بتاع الكبسولات علبه فيها 30 كبسوله يا جماعه ب 135 جنيه. الجرعه بتاعته بياخد كبسوله بعد الفطار وكبسوله بعد الغداء وكبسوله بعد العشاء، يعني العلبه هتكفيك 10 ايام. طيب دكتور، ليه اثار جانبيه؟ بيعمل غثيان وقيء وضيق تنفس وسرعه في ضربات القلب وبيرفع ضغط الدم يا جماعه. عشان كده في الموانع استعماله، يعني الناس حتى ما تفكرش ان هي تجربه في الحمل يا جماعه، في الرضاعه، الاطفال اقل من 18 سنه، مرضى القلب والضغط والسكر والكلى والكبد. طب في اي تدخلات دوائيه؟ التدخلات الدوائيه بيتداخل طبعا مع ادويه الضغط وادويه السكر وادويه السيوله. طب حقيقه المنتج، هل بيخسس فعلا بدون نظام غذائي او رياضه؟ الكلام ده ليس له اي اساس من الصحه. ولذلك يا جماعه الناس سالتني عليه كتير بعد ما انتشرت ريفيوهات من الناس اللي مسميه نفسها اطباء التغذيه. يا جماعه ما ينفعش طبيب تغذيه يرشح منتج بعينه قدام الناس كلها يقول ده استخدموه في التخسيس. ده حاجه اسمها اعلان. هو يعني ده حاجه اسمها اعلان، يعني هو الشركه او اللي عامل المنتج جايب الدكتور الفلاني علشان خاطر يقول الكلمتين دول مقابل مبلغ مالي معين. هو عباره عن اعلان. لكن نسأل أين هو الضمير؟ لذلك بنقول احذروا الدعاية المضللة للأدوية والمكملات، فهي ليست للدعاية بل للتوعية. المكملات والأدوية يا جماعة ليست للاستخدام العشوائي، واحذروا أن نقول لكم المنتجات دي طبيعية لكنها في الأساس لها تأثيرات سلبية على جميع أجهزة الجسم. رحلة التخسيس رحلة بتتطلب الصبر والالتزام منك. إذا كنت متوهم بوجود منتج سحري لنزف الوزن خلال فترة قصيرة فأنت واهم، وهناك الكثير في انتظار شخص مثلك لتحقيق الأرباح من وراء أوهامه. التخسيس الحقيقي يتم بناء على نظام غذائي تفصيلي طبقا للحالة لتصحيح ما أفسدته السمنة والوزن الزائد. التخسيس الحقيقي عودة مرة أخرى بجميع أجهزة الجسم للحياة، عكس من يتناول أدوية التخسيس بيؤذي الأجهزة الداخلية للجسم. حتى وإن تم التخسيس أثناء تناولها فحتما سيعود الوزن مرة أخرى بل مضاعف وأضعاف مضاعفة.
فليكن الغذاء دواءك باختيارك قبل أن يصبح الدواء غذائك بالإجبار. من له أذنان للسمع فليسمع. لا تنسوا متابعتي على صفحة صحة وتخسيس على الفيسبوك وعلى قناة التيك توك والكي واي لمزيد من الفيديوهات القصيرة حول الصحة بصفة عامة والتخسيس بصفة خاصة. لو عجبنا الفيديو والريفيوهات اللي عملتها على القناة، يا ريت يا جماعة ما ننساش نضغط لايك للفيديو، نشترك في القناة، نفعل زر الجرس، ويا ريت يا جماعة أهم حاجة نشير الريفيوهات دي لكل الناس عشان الناس كلها تستفيد منعا للاستغلال وحفاظا على صحتهم. شكرا ليكم، كان معكم دكتور حنس حشمت، ألف سلامة.